السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت شغال على الداينامو وقفل منك وعايز نسخة باك اب او عايز تراجع حاجة انت كنت شغال عليها، عمال تكتب في اكواد وعايز تسترجع الملفات ديت، تقدر تروح للفولدر اللي على السي يوزرز، وبعد كده اسم اليوزر بتاعك، مش لازم يكون عمر، ممكن تلاقي اسم اخر، وبعد كده اب داتا، وبعد كده رولينج داينامو باك اب بالشكل دوت. سي يوزر، اسم اليوزر بتاعك، اب داتا، رولينج داينامو باك اب. تقدر تلاقي كل الملفات الداينامو اللي انت كنت شغال عليها على اخر حاجة موجودة. ممكن الملف يضيع مثلا، فتدور على باك اب في الفولدر دوت.